السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا وهي عباره عن سلسله متواصله من بلديات بغداد. التقينا بمجموعه من المدراء العامين او المدراء بلديات. بدينا باستاذ ياسر القريشي مدير عام او مدير بلديات بغداد، ومن ثم بلديه اليوسفية وبلدية أبو غريب، وإن شاء الله اليوم ضيف أيضا عزيز علينا وعلى قناة الأيام ومدير بلدية الرشيد. ليش إحنا بدنا نسلط الضوء على هذه البلديات؟ بصراحة كونها العاصمة ببغداد، كون هناك مشاكل وعدم ظهور أعمال هذه البلديات، فواجبنا كإعلامي أن نظهر الإيجابيات والسلبيات لكل دوائر الدولة. الإيجابيات هاي تحسب للدائرة وتحسب للمسؤول، السلبيات فأكيد ماكو دائرة ما بيها سلبيات. فالسلبيات هي إرسال رسالة للرأي العام والاستماع من الرأي العام، وإيصال رسالة للمسؤول بأن يكون خلل معين في هذا المكان، على المسؤول هو المعالجة. وبالتالي احنا راح نتابع هذا الخلل، إن تم تعديله وتجاوزه هذا أيضا يعتبر من ضمن إنجاز هذا المسؤول. وهكذا هو العملية الحقيقية وواجب الحقيقي للإعلام، أن يكون متابع ومنصف في طرح المواضيع، إن كانت جهة بالحكومة أو خارج الحكومة، لكن المفروض هذا الإعلام. هسه بعض القنوات بعض المؤسسات الإعلامية تحمل أجندة معينة، ما ممكن تقبل على أن بداخل فضائيتها أو بداخل مؤسستها الإعلامية كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، ممكن ما تتحدث عن الجهة المعنية، وهذا بحقه. يقول لك الأجندة مالتي أنا أمولك بفلوس وأمولك وأعطيك راتب كمقدم أو كمحرر أو كمذيع، فبالتالي أنت ما تسيلي. لكن الحمد لله والشكر إحنا نعمل بمساحة جيدة أن تكون حر بطرحك، وهذا شيء يحسب للمؤسسة وأيضا يحسب للجهة اللي تنتمي لها المؤسسة لهذه الجهة. فبالتالي احنا راح نسلط الضوء، واحنا توصلنا الرسائل، من خلال الرسائل أيضا نضع بعض الأسئلة للسادة المسؤولين. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم ببلدية الرشيد. أستاذ كامل جليل مدير بلدية، نرحب بك أجمل ترحيب. شكرا جزيلا، وانا ممنون على هذا اللقاء. عفوا مالك منا، احنا الممنونين، كون استجابه سريعه منك ومن جناب الاستاذ ياسر وايضا السيد المعاون الحاج احمد، دائما على تواصل وجزاه الله خير الجزاء، يعني دائما يهيئ لنا الاخوان الضيوف جنابك ولا الاخوه المتبقين. استاذ كامل، او دائما احنا تعرفنا او نتعرف على الضيف بحدود صلاحيته الاداريه، وين حدود صلاحياتكم؟ بلدية الرشيد. بلدية الرشيد هي بلدية صغيرة مو كبيرة يعني. المساحة مالتها 5.8 كيلومتر مربع. 5.8 كيلومتر مربع. احنا ضمن ناحية الرشيد. ناحية الرشيد كناحية هي تحادد جنوب بغداد. القوس، قوس بغداد يعني، ها حدود، والجهة الجنوبية لها من المحمودية تحددها، والجهة الغربية أو الشرقية عفوا من الصويرة، والغربية ناحية اليوسفية. نعم. يعني أنتم محاذاة اليوسفية. نعم، محاذاة اليوسفية. نعم جيد. شنو أهم سؤال بصراحة أستاذ كامل؟ احنا بأيام عاشوراء خلص محرم الحرام، بدينا بصفر، والناس بدأت تتهيئ في بغداد والمحافظات الشمالية وديالة، بدأت تهيئ نفسها وتعد العدة المسير مشاية لزيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. فبالتالي الطريق مالتهم يؤدي إلى بلدية الرشيد وكذلك اليوسفية والمحمودية وهكذا، ومن ثم إلى كربلاء المقدسة. العدد غير طبيعي، يعني العدد يعني ما يقارن، اللهم زد وبارك. هؤلاء المؤمنين يعني يجون بالملايين، خاصة في بغداد، الثقل الكبير في بغداد يتجه باتجاه بلدية الرشيد.
يعني هل هناك إمكانية واستعدادات كاملة لاستقبال هكذا عدد؟ يعني أنت تعرف صح المواكب الحسينية جزاهم الله خير الجزاء هي بأموال المواطنين، يعني الدولة ما قاعد تصرف أموال للمواكب ما عدا تسهيلات النفط والبنزين الغاز وهكذا، وممكن يمكن الثلج ما ثلج وغيره الدعم اللوجستي، لكن الثقل الأكبر هو على المواكب الأهلية. بس هذا يحتاج إلى عملية إدامة، تنظيف آليات، منتسبين موظفين عندكم، شنو استعداداتكم؟ زيارة الإمام الحسين عليه السلام زيارة الأربعينية مقدر لها أن تكون وهي سنويا مليونية، قد تكون 25 مليون قد تكون 26 مليون، هاي تقديرات العتبة. نعم ومثل ما تفضلت حضرتك الجزء الأكبر من هذا هو يمر من الرشيد والمحمودية واليوسفية واللطيفية وهكذا. الحقيقة احنا قبل ما تبدأ الزيارة حوالي بشهر هناك كان توجيهات من السيد رئيس الوزراء بتهيئة الشارع. الطريق كله أخذته اللي على أمانة بغداد على أمانة بغداد، وإحنا جزءنا المحمودية وجنوب بغداد بدينا قسم صار على الشركات المنفذة بالتوسيع، قسم على الجيش أيضا كانوا وقسم على البلديات. فبدأ عملية التنظيف من قوس بغداد وحتى أمانة بغداد مثل ما قلت لك، واستمرت إلى جسر الحصوة. نعم الحد الفاصل بين محافظة بغداد ومحافظة بابل. إشراف مباشر من السيد محافظ بغداد المحترم، جولاته المستمرة لنا بالصباح بالمساء ظهر في أي وقت كان السيد محافظ موجود، متابعة يومية من السيد مدير بلديات بغداد وتواجد لكل مدراء الموجودين من في المحمودية واللطيفية واليوسفية والرشيد كل من في قاطعة. وعملنا حوالي أكثر من 3 أسابيع وقدرنا أن نظهر قدر الإمكان بالمظهر اللائق بالنسبة للطريق للزائرين. بالنسبة إلى قاطعي أحكي عن قاطعنا عفوا قاطع أقصد كامل طريق يا حسين إلى علاقة بقاطعك؟ أي نعم اي طبعا شو لا هذا الجديد اللي قال طارق حسين. اي انا قاطعي يمتد من فلكه ابو تشير او قبلها بقليل 200 متر تقريبا، المهم خلينا نقول من الفلكه الى قبل ما قبل سيطره 75 اللي هي مال اللواء 17. نعم او اي 6 كيلو طوله. فاحنا هيئنا الكابسات 7 أو 8 كابسات راح تكون بالقاطع يوميا. العمال كذلك حوالي 100 عامل راح يصيرون ايضا صباحا ومساء يشتغلون الى الساعه 10 او الساعه 11 ربما ما يصير ل 12 بالليل حسب الزخم الموجود. تتعرف الايام الاخيره يصير زخم اقوى يعني ذلك. ايضا تهيئه الاكياس لتوزيعها على المواكب، تهيئه الحاويات بقدر معين على المواكب ايضا، وايضا حث المواكب على النظافه. زائرين الموجودين أصحاب المواكب يعني تجربة العامة. والله أنا أقصد على يعني اللي أقصد على السنين السابقة متفاوتة 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 بس على العموم إحنا نأمل بزوال الإمام الحسين عليه السلام أن يحافظون على النظافة، وإحنا إيدنا بيديهم وإحنا ما نقدر نقدم أكثر مما هم يعاونوننا. إحنا وياهم معاونة نقدر نقدم اللي مطلوب في هذا في مجال هذا الحديث. يعني قبل يومين تقريبا طرح موضوعة النظافة والاهتمام بالنظافة من خلال المواكب مرجعنا الأعلى الإمام السيد السيستاني الله يحفظه ببيان صريح وواضح إلى زوار الإمام الحسين وإلى خدمة الإمام الحسين أهل المواكب بالنظافة والاهتمام بالتنظيف. هذا عامل مهم. أنا أتوقع يعني أحد الأخوة استضافته في العام الماضي قال ما بعد الزيارة طبعا قال أكو كان هناك اهتمام بصراحة، يعني المواكب بدأت صار عندها هاي الثقافة، أماكن خاصة وضعتها للمشاية للسائرين نحو كربلاء، يوضع النفايات أو فضلات الأكل في هذه الأماكن المخصصة. يقول هذا بدأت تنام وهاي الفكرة بدأت تتطور،
هذا شيء ايجابي يحسب، يعني تغير بالفكر او 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 تعدي هاي المرحله اللي ذب كب النفايات في اماكن غير مخصصه لها، بدت تتطور عند الزار. فعلا يعني هو لا موجود، هو التغيير واضح بخدمة اللي قد تقدمها الدولة للزائرين، وأيضا تعاون الزائرين مع أجهزة الدولة المختلفة. أيضا إحنا نشيد يعني بتواجد السيد المحافظ، متابعة الساد ياسر القريشي مدير بلديات بغداد، الساد رؤساء الوحدات الإدارية، والشكر موصول بالأخص إلى وحدات جيشنا الباسل والقوى الأمنية الأخرى من شرطة من حشد، من الحقيقة متواجدين معنا ويسهلون كل الأمور الموجودة. طريق يا حسين، شنو اللي صار بي؟ والله هذا مو اختصاصنا احنا يعني، بس اللي نشوفه واللي بعض الأمراض نحضر بعض الاجتماعات ان شاء الله يعني راح يكون على قدم وساق العمل، يعني راح يفتتح يعني مو افتتاح بس العمل حيبدي بي ان شاء الله قوة يكون يعني جيد. احنا حضرنا اجتماعين ثلاثة ويا السيد المحافظ ويا الاخوان اهل الطرق والجسور، فان شاء الله يعني العمل حيبدي بقوة بهذا الموضوع لمداخل بغداد، من ضمن يكون طريق يا حسين يعني اكو يعني راح تكون مثلا غرفة عمليات في زيارة بينكم بين المحافظة بين دوائر المحاضية لكم؟ احنا بالحقيقة الآن السيد المحافظ عنده موكب خاص للمحافظة وانشاء الموكب، والموكب موجود، واحنا كليتنا البلديات كل قاطع من عندنا إلى موكب خاص جيد يتابع العمل به، يقعدون الموظفين المتابعين يحضر مثلا يزورنا السيد المحافظ، يزورنا مدراء المحافظة الساد ياسر القريشي أي واحد آخر، فهذا يكون هو تقريبا يعني نقدر نقول عليها غرفة عمليات مصغرة لكل قاطع. موكب يعني توزعون به وكذا تفاصيل؟ لا موكب هو موكب موجود للتواجد لتواجدنا يعني. نعم جيد لتواجدنا يعني اللي يحتاج من بلدية أي شيء يقدر يزور الموكب من أصحاب الموكب. نعم يعني نعم 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 ممتاز. يعني هسه هذه واحدة من المشاريع اللي دائمية احنا نسميها يعني هي سنوية يعني. فهو فخر كبير أن يكون واحد يقدم خدمة لزوار الإمام الحسين. والله هذه فرصة أن اليوم نقدم خدمة، والحمد لله والشكر نكون خدام لزوار الإمام الحسين عليه السلام، نسأل الله القبول وإن شاء الله الموفقية للجميع إن شاء الله، نسأل الله حسن العاقبة إن شاء الله. أستاذ كامل، أكيد عندكم مشاريع حاليا في بلدية الرشيد. نعم. يعني كل الدوائر عندها ترسم خطط سنوية خمسية، مع العلم احترامنا للعراق العقل اصلا ما عنده خمسية يبحث عن الان، لكن اكيد انتم بالبلدية عندكم خطة مشاريع تطبق الان، ما هي مشاريعكم؟ سؤال جيد يعني، لانه المشاريع اصبحت شيء مهم ويبين صح. على تقدم البلد ان شاء الله نكون مخلصين وجادين بهذا العمل. حسنت. احنا حسب توجيهات السيد المحافظ المشاريع عندنا حيان كملنا تبليطهن وأرصفتهن، من تبليط من مقرناص من كل شيء كملنا به، هو حي الشهداء وحي التحدي، والآن احنا في حي الجمعية ده نشتغل أيضا خلال شهر أو شهر ونص إن شاء الله أيضا يكمل، لأن جزء منه الكبير خلصان تقريبا خلصان من عند حدود من 60 إلى 65% جاهز العمل به، وباقي ببعض الأجزاء من تبليط من مقرنص من أرصفة، فشيء بسيط اللي باقي لك حدود قد يكون 40 أو 35% باقي منه يعني. عندنا مشروع آخر حي 14 تموز الآن إن شاء الله حيتم العمل بالتبليط قريبا، لأنه أكمل موضوع المجاري وموضوع المي بي، باقي اسمه سباس وترابية اشتغلوا بيه، وإن شاء الله يكون مرحلة الاسفلت قريبا بيه هو والقرنص. وقدنا حيين اللي هو حي القادسية وحي الفاو، المرحلة الأولى تم حالتها ولكن لم تتم المباشرة بالعمل بها. جيد يعني طموح هذا طموحكم حقيقة. يضاف إلى هذا احنا عملنا مكمل لدائرة المجاري ودائرة المي. دائرة
المجالي اول ما تشتغل هي اشتغلت كل المدينه وخلص تقريبا العمل بها، باقي حيين اضافيين صغار. هاي ما عندكم سلطه لها؟ لا ما لا، هم منفصلين بس احنا عملنا مرتبط وياهم. اي اذا ما تنفذ البنى التحتيه اكيد. فالبنى التحتيه المجالي كامله، المي قسم منه كامل كبير يعني اكثر الاحياء، باقي عندنا بس موضوع الفاو يعني القادسيه و14 تحت العمل هسه والجمعيه كامله ان شاء الله، بس يبقى بس العمل يعني بها بالمجالي والمي. كم تقريبا يعني 80% 70%؟ لا احنا اللي خلصنا هاي حي التحدي وحي الجمعيه والشهداء ذني يمثل حدود 80% من المنطقه. اي يعني احنا العمل اللي صار عندنا بالتبليغ واللي انجزناه واللي قريبا سينجز تقريبا يوصل الى 80% من مجموع المناطق اللي مخدومه فيها. كل الخدمات اي كامله، مي ومجاري وتبليط. كهرباء؟ الكهرباء خدمه اخرى يعني، بس احنا صار عندنا بالكشوفات الجديده يعني من اعتبار من هذه السنه تكون كهرباء حديثه لكل الشوارع ضمن التبليط. يعني شلون هسه مع بدون كهرباء شلون جاهزين؟ لا كلها كهرباء موجوده يعني بالمنطقه. نعم موجوده. موجوده اي شلون؟ إنارة الشوارع الخارجية أكيد مو لكم لكن متابعة. إيه إنارة الشوارع الخارجية على مديرية طرق والجسور. لا هم مديرية الكهرباء الإنارة الخارجية يسموها يعني. إيه على الكهرباء مديرية الإنارة الخارجية. والله هم يشتغلون يعني باستمرار وخصوصا هسه احنا في أيام الزيارة هذا عندنا طريق سالك من بغداد إلى كربلاء كله منور. واضح الحين على سؤال السؤال كامل. يعني كيف هو التعامل أو التعاون مع الجهات ذات العلاقة؟ شلون تعاملهم وياكم ويا بلدية الرشيد؟ يعني كهرباء الماء البلدية. احنا انا سبق وان اشرت لحضرتك انه احنا اتصالنا مباشر مع الدوائر هذه وخصوصا الماء والمجاري. صح. لانه تابع لوزارتنا محافظتنا. تمام. تابع للمحافظة، الكهرباء تابعة لوزارة الكهرباء. بس التواصل وياهم وسواء بامرار والله بعض الاعمال حتى لو بالتليفون فضى يعني. جي. يعني مو كتابنا وكتابك اكثر الاملار. لا مو؟ اي والله هسه يعني اكو دائره بالدائره ولجنه لجنه تبسيط الاجراءات الحكوميه. نعم. اللي راسها السيد حسان الحكيم. اي هاي على اساس هاي اللجنه تبسيط اعتقد من ضمن هاي النقاط بانه نعم. تصير العلاقه متواصله خاصه اكو فكره امر الديواني مال فريق الجهد الهندسي والخدمي. نعم. الحكومي قام يشكل هذا الفريق قام يشكل نفسه من كل الدوائر الدولة. صح. بحيث يعني ماكو شيء يتعرقل، ماكو كتابنا وكتابكم، كل شيء يتنفذ بشكل مباشر. وهو هذا الصحيح واللي أدي عمل صحيح. ولهذا شوف الجهد الخدمي أنجز في مدة قصيرة ببغداد بالمحافظات أنجز مشاريع هي ما ممكن تستمر سنين، هي استمرت سنة أو أكثر شيء من سنة كملها كلها. فهذا مهم. يعني انت من تتجاوز الروتين ومن تتجاوز بعض الشغلات، لان انا مثلا شغلات اكو صلاحيتي مو صلاحية مدير المحافظة، لا صلاحيتي اكو بها مدير المحافظة اكو الا سيد المحافظ مثلا. صحيح. بس انا على صلاحيتي اكمل الموضوع اللي بخدمة للناس بالضبط. واللي يقدم شيء تكون الناس عليه برضا نسبي يعني. انت مع هاي التجربة ممتازة، هو تروح منك كل الحلقات الزائدة والوقت تستثمره، واحنا ناس مهندسين احنا نقدر على الوقت وعلى الاقتصاد. هذا مهم يعني عندنا فمهم. بس شنو هو قلت لك كثير من الاجراءات اللي انت تقدر تتجاوزها كمدير دائرة تتجاوزها واللي هي ضمن مسؤوليتك وضمن صلاحيتك. احنا ما نقول نتجاوز صلاحيات. مرات يتخوفون من المتابعه القانونيه، بعض المدراء يقول لك انا مو صلاحيتي وفق القانون خاف ما اقدر. اكو مدراء. مو انا قلت لحضرتك وفق صلاحيتك. اي لا خارج صلاحيتك شلون يصير؟ لا طبعا، لان هي صلاحيات. انا عندي صلاحيه، بعدين اكو قسم صلاحية للاستاذ ياسر مدير بلديات بغداد، قسم ياسر للسيد المحافظ. وهذا اي يعني بعد تعرف صلاحيات مو كلها معطاه لشخص. صحيح. معين. لا تحويل جنس الارض صار عندكم يمكن مو؟ نعم تحويل جنس الارض. اي قرار 320 سنه 22 اي صار. طلبات جتكم بالله؟ اخذنا الاراضي احنا كلها تقريبا من 850 طلب تقريبا. اي فأخذنا الاراضي سوينا معاملاتهم كلهم وافقنا. صار عندهم معلومه؟ اي كلها قدموا.
اي اعرف كل قدمه كل اللي قدم مشى كل اللي قدم مشى وفق الضوابط وفق الضوابط اي اي وبضوابط معينه هو على جنس الارض على مساحتها على تجمع لازم ما يصير بيتوحد هو يعتبر هو هذا لا لازم تجمع سكاني اي مو هيك يصير فضمن حدودنا البلديه كل رفعناها وان شاء الله راح تكون قريب العمل فيها يمكن يتنفذ تقريبا والله يعني هو خطوات تمشي جيد. عندكم مشاريع مستقبلية أستاذ كامل؟ أكو مشاريع مستقبلية. إحنا عندنا مثلاً منطقة الفاورة مثل قلت لك راح هي والقادسية تعتبر خشف واحد راح ينفذ. أكو مرحلة أولى يسموها. المرحلة الثانية على 24 راح تكون مرحلة تبليط الفاو. عندنا أيضاً بعض الشوارع اللي عندنا تبليطها وإنارتها. إنارة حديثة. إيه إنارة حديثة راح تكون لهذا الشارع الرئيسي عندنا. شارع الرئيسي اللي هو نسميه شارع الصورة الرئيسي. نسميه صوار باتجاه صوار فسامي الصوار راح اي اي هو اسمه هيك يعني اي وعندنا الشارع اللي مطلع عليه البلديه وشارع بحي القادسيه وشارع مهم شارع البلديه اي 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 دائره شارع مهم والله تدري يعني انت البلديه الدائره المهمه بالمنطقه بالمنطقه يعني. بالتاكيد اي يعني انا مديريه والباقين حقيقة مراكز يعني أكون مركز مي وأكون مركز مجاري وأكون مركز الكهرباء بس على شرط أستاذ كامل يعني تهتم بالبلدية مو يعني ما تهتم بالمناطق الأخرى يعني المناطق السكنية لأمك هاي ذكرها يعني طبعا شيء يذكر نعم والأمثال تضرب ولا تقاس أبدا يعني لا تأخذ على نفسك رحت للسودان نعم ورا السقوط مباشرة بعد مهرجان معين رحت للسودان فمرينا على مدرمان بالخرطوم جسر يربط الخرطوم بمدرمان زين فلقينا هناك بنايه فشي جميل يعني بصراحه اباوا كاتبين وزاره الاسكان والاعمار البيوت دائما يدورها طين فاهتموا بالبنايه مالته وعافوا المناطق الاخرى فهل هي بلديه الرشيد تهتم بالبلديه دون الاخرى؟ انا اسالك سؤال انت سالتني اجاوبك بسؤال نعم انت لما تجي لبلديه تقول الرشيد زين والبنايه مالتها تعبانه متهرئه تدري شو تقول؟ تقول هو هذا اللي بلديته هالشكل يقدر يعمر الباقي بس اذا معمر البقيه وهي تعبانه اقول جزاهم الله خير لا ما مهتمين بنفسهم مهتمين ما يخالف بس مهم مهم المركز الانتاجي مظاهر مهمه احمد هسه احنا على هذا الكلام احنا الان صار عندنا مشروع اعاده بناء الدائره مالتنا وصار التصميم وافق عليه المحافظه والان احنا بدنا نبني في الان مرحله الاساس صبينا الاساس والان دينك مصبيناها راح نبني بنايه جديده ان شاء الله بناء ثلاث طوابق والحقيقه بناء تفخر به مدينه الرشيد كليتها جميل موفقين ان شاء الله بس تاخذ على انا جاي اشتغل مشاريع جاي مبلط ومجاري ومي وكهرباء انتم عندكم تبليط يعني مهمتكم تبليط طبعا جيد ليش ما اخذتم مثلا استثمار سويتوا مشروع ما دام انتم بعد عندكم يعني ممكن تغذون حتى البلديات الاخرى اللي بجانبكم سووا بعمل اسفلت ايش ما سويت؟ عندنا معمل اسفلت تابع للمحموديه بلديه المحموديه مثلنا كليتنا جميل احنا عندنا معمل اسفلت تابع لبلديه المحموديه وعندنا معمل فرز النفايات ماكو المحافظات الاخرى عندنا معمل فرز نفايات هم تابع للمحموديه يغطي كل وحداتنا الاداريه جنوب بغداد كم طن ينتج؟ هو مو ينتج هو يعني يستوعب 150 طن 250 يعني كبسه قصدك كبسه ايش قد يعني كم طن يطلع؟ هم قياساتهم بس احنا بالنسبه لنا كنا بلديات بغداد جنوب بغداد اللي هي اللطيفيه والمحموديه واليوسفيه والرشيد كلها تذب هذا المعمل وعندنا معمل الاسفلت مثل ما قلت لك ايضا تابع لبلديه المحموديه باعتبار البلديه الام هي يعني موجود ايضا يستغلوه بعمل سبس ما سبس منين تجيبوه؟ من النباعي بآلياتكم لو بآلياتكم؟ لا مستثمر اي مستثمر تنحال العمل الى شركات بلي. احنا بالنسبه للموظفين البلديه يكون اشراف مهندسين مشرفين على انتم قضيه مو يمكن قضيه بالمحافظه طبعا كل شيء بالمحافظه بس يعني بس اشراف نشرف على العمل ونسوي تقاريرنا انه هذا عمل جيد هذا غير جيد نجيب فحوصات مختبريه نتابع الموضوع كذا هالشكل يعني عندكم بلاك ليست على شركات؟ لا احنا ما يعني احنا كل العمل يم المحافظه احنا بالنسبه لنا بس اشراف عمل بس تطول رايكم بهذا المنجز اشراف عمل انا المشرف احسنت يعني انت تقول مثلا هذه الشركه غير كفوه نعم
هذا من يمن طبعا شلون لعب؟ رجعت لك شركه؟ هو هسه انت بالعمل كفور رجعت لك بالعمل انت هسه بالعمل اللي عندك يبين عندك لانه عندك جدول تقدم العمل هذا الجدول تعرف البلديه المتلكئه من الشركه المتلكئه من الشركه الجيده بواسطه هذا الجدول الموجود عندكم شركات بالجدول جيد عندكم شركات غير رصينه احنا لا ما عندنا اعمال لا ما عندنا ما عندنا زين وفق هاي الاعمال وهو انتم اعمالكم سطحيا نقول احنا لان العمق والبنى التحتيه ظاهري مو احسن صح انا قصدي سطحيه صح هاي الاعمال ايضا مو قليله يعني انت تقول نجيب اعمال ونشتغل سبيس ونشتغل تبليط واعمال تنظيف هاي اهمات مو قليله يحتاج الى موازنه هل الموازنه تكفي؟ لا ما تكفي ما تكفي ما تكفي انا اقول لك شنو احنا بلديه فقيره ايراداتنا قليله جباية ما تكفي؟ لا عندنا موجود بس ما يكفي يعني احنا بلدية ايرادات اكو بلديات مثلا تشوف بها فنادق تشوف بها ساحة بيع اغنام مثلا علوة مال خضار تشوف بها ما يجبي للبلدية نفع بالتالي هذا النفع هو البلدية من تأجر اموالها المن يصير إلها اي تمويل ذاتي ها تمويل ذاتي صحيح يصير اموالها إلها فبدل ما اني مثلا ما يتجاوز عند 400 500 مليون بالسنه ايراداتي اكو بلديات مثلا يجوز 5 مليارات 6 مليارات كذا يكون الوارد افضل فيكون تقدم افضل صحيح من خدمه للناس هو هذا كله خدمه للناس اللي تشتغل انت تؤدي لها الاعمال اللي تريدها 100% موضوع التجاوزات الصادقة شنو شلون عانيتوا منها ما عانيتوا اكو تجاوزات اكو لحد الان تجاوزات كيفيه رفع التجاوزات واحنا ما شاء الله دائما اكو قانون اعتقد شرع في وقت الانتخابات قبل الانتخابات اتذكر ما ادري اذا نذكر السنه يعني عرف منه قبل الانتخابات قال اي واحد تحت السقف لشيلون قريب الانتخابات طبعا الانتخابات قال شيلوهم اجا نوب صارت انتخابات موكه وهكذا وبقت هي شماعه لكسب الاصوات بصراحه اللي تحت سقف شلون تتعاملون مع التجاوزات خاصه على يعني على الحكومه ما احكي على والله استاذ دكتور يعني الحقيقه موضوع التجاوزات موضوع عقيم عندنا اي طبعا يعني انتم متضررين طبعا يعني المتجاوزات احنا المتجاوزات الموجوده تشوفها على اراضي البلديه على استعمالات مهمه عندها مباني عامه مثلا حدائق عندنا متنزه كامل 7 دوانم هو متجاوز عليه بالبناء والبناء ما نقدر نتحرك عليه بس عندنا منفذ قدرنا ننفذ ببعض الشغلات مثلا انت لما يجي طريق يمر وتزيد تبليطه او تعطيه خدمه مي او مجاري وعليه تجاوز تشيل التجاوز تسوي الانذار تنذره يشيل هو ما يشيل تروح المحكمه تقيم عليه دعوه ويطلع نفذتوا؟ نفذنا نعم وشالوا؟ شالوا وشلنا تجاوزات كثيره ما اعطيتهم تعويض؟ ما بي تعويض هو متجاوز هو اصلا يقول لك انت قاعد هاي الفتره كلها بهذا المكان ما اي بعدين المفروض على الدوله ان تاخذ هي منك قلت لك اكو تجاوزات لا زالت الاكثريه موجوده لكنه احنا اللي صارت على مشروع دوله وخصوصا مثلا التبليط المحال الكذا بعد ما تقدر انت لازم تنفذ فيخلي لك المكان زين انا مثلا عندي بستان بالرشيد نعم فالدونم نقول هذا الدونم اجت ناس قاعده تبي تجاوزات انا تاركه فتره جيت هسه من السفر اريد اشوف اكو ناس متجاوزين علي وبانين بيوت وكذا يا ول من الكفيل ان يعود لي حقي يعني بلديه المحكمه قامت دعوه لو منو هو او اولا لو عشاير او اولا هو اكو بي داخل حدود البلديه اكو بي خارج حدود البلديه لا داخل البلديه هسه داخل حدود البلديه احنا عندنا لجنه تجاوزات برئاسه السيد رئيس الوحده الاداريه اللي هو عندنا احنا مدير ناحية ومدير ناحيه ومدير بلديه وهذا يكون اعضائي وياه زين تتخذ الاجراءات القانونيه الصحيحه بهذا الموضوع وهو ان توجه الانذار
اول انذار ثاني، ولو مو 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 بالضروره انذار ثاني بس تسوي له ايضا انذار ثاني وتودي المدير الناحيه يقرر عليه القرار الصحيح، وهو اكثر شيء يصير عندنا احنا اتجاه المحاكم. محاكم اي محاكم يعني ظهر ما ما يضرب يعني صعبه صعبه، هو تجي قاعد وكذا وتدخل به قضايا كثيره يعني بالنسبه له هو وباني باني صار له سنين، فاحنا ماكو غير ان تقيم عليه دعوه يعني هسه المواطن يلتجئ لكم. اي طبعا للبلديه ما يروح قبل المحكمه. لا اكو هنا شغله، اذا الارض ارض مواطن اي مواطن مواطن وبان ومشتكي على مواطن لا يروح المحكمه ما يجي مباشره علينا. مباشره آه. ما يجي علينا لا. والشق الثاني؟ الشق الثاني اذا ارض دوله هي اها اي اذا ارض دوله اللي قلت لك اياه هذا اجراء ان ارض دوله نوجه له اندار نوجه له اندار ثاني نفاتح مدير ناحيه او القائم مقام حسب الرقعه الجغرافيه وبالتالي يقيم عليه دعوه بالمحكمه. تعرضتوا للمشاكل؟ والله يعني بس بسيطه لان الحقيقه الناس متفهمين الموضوع يعني. وناس عشانين قبائل وكذا اي برافو قلت لك مو مو بسهوله يعني البعض الا قمنا دعوه والبعض لا والله عرفوا الموضوع وابدا يعني استجابوا. شو نسبه التجاوز تقريبا بالمية يعني تخمين؟ يعني شو تريد يعني؟ قد متجاوزين قد نسبه؟ انا لا انا عندي متجاوزين تقريبا 400 متجاوز موجود بالناحيه اي طبعا وهذا وهي 5 كيلوات اي هذا عدد قليل بالنسبه يعني يعني متباعه على الحكومه على قطع اراضي حكوميه؟ اي طبعا عندنا قطعه مدرسه متجاوزين عليها، عندنا قطعه مباني عامه مدرسه مدرسه؟ اي ما مو قائمه بس الارض هي بالتصميم مكتوبه مدرسة. مدرسه ما قدرنا نستغلها مدرسه لانه متجاوزين موجودين بها. هاي شلون حلها؟ مو قلت لك اياها اي يعني هذا مثلا فد 100 بيت او 50 بيت على هو هيك الجيد مو تمام؟ نعم نعم زين لو شيلهم كلهم ما تقدر، وهذا قلت لك الا يجي يفرض مشروع حيوي موجود يلا تقدر تنفذ مثل ما قلت لك ان الطريق لان حال طبعا المشروع طبعا هذا يقدر نشيله هيك. موضوعات صدق عقيم لا لا عقيم صعب يعني هو اي ويراد له هواي معالجات بصراحه. هذا قرار جريء بصراحه او تعاون اهم شيء هو تعاون خو لازم بس ايضا قرار يراد له من مجلس النواب او مجالس محافظات شوف شلون يعني يصير يعني صارت اعتقد بالبصره اعطوا تعويض لاهل المحافظه. نعم فقط اهل المحافظه اعطوهم تعويض وقطعه ارض وشالوا وخذوا في اماكن مهمه طبعا. على العموم قطع الاراضي هسه نرجع لها. نعم شنو مشكله قطع الاراضي؟ والله استاذنا العزيز دكتورنا اخويا العزيز انت انا عندي تقريبا اكثر من 150 الف طلب في حين اني على 5 كيلوات لا ما تتجاوز عدد الدور اللي عندي بالرشيد 5000 دار 150 الف طلب. احنا اراضي ما عندنا سكنيه مراضي سكنيه بس هاي طلبات يعني حق يعني انا هسه ابن هاي المنطقه مو من حق اني مثلا أنا أستلم قطعة مثل مشيت موظف أمني هي شرائح موجودة كل من يقدم على شريحته موجودة. هسه احنا سجلات اللي عندنا مقدمين دول 150 مو هيك يعني لا فيها سجلات كل فئة فئتها، هذا فئة الشهداء على فئة الجرحى فئة موظفين عندك هواي فئة موجودة اي بس احنا أراضي يعني للتخصيص ما عندنا يعني هاي المشكله موجوده ببغداد يعني. زين ما علشتوها بالبناء العمودي مثل قطعه ارض وتسوي بناء عمودي، لو بيئه المكان ما تقبل العمودي. اي هذا مهم يعني. مو تمام؟ اي برغم ما ان احنا مثلا من قضاء المحموديه عندنا عمارات سكنيه انشئت من السبعينات من الثمانينات عمارات سكنيه موجوده. ايش شايف؟ انشئت للمصانع الموجوده قريبة من المحموديه. موظفين. موظفين. بس شيء عام بعد انت تدري منطقه يعني ناحيه هي لا وبيئه اقرب للريفيه اقرب للريفيه اي يعني صحيح اي اذا ما يعني اراضي اراضي ما عندنا للتوزيع اي عموم بغداد ايش تنصح الناس اللي مقدمه؟ هم هسه يجون يقدمون اكو بيهم حتى يقول لك بلكي الله كريم واكو بيهم يقول لك لا اوديهم مثلا فلان محافظه نقول لهم محافظات اخرى. تحتاج ناحيه الرشيد الى تدخل الجهد الخدمي الهندسي الحكومي؟ تتدخل يعني محتاجين الى عندكم اعمال غير مؤهله
تلدهم يدخلون بآلياتهم، تعرف عندهم آليات كبيرة خاصة آليات الحشد الشعبي يعني. والله احنا طلبنا يعني عندنا حيين اللي هو حي الزيتون وحي الولاء أن يدخل بالجهد، وأكو عندنا أحياء خارج حدود البلدية. دي هسه أنت تابع للناحية، تابع للناحية بس هي منطقة كبيرة يعني، مثلا احنا كبلدية مسؤولين عن نقدم لها جهد التنظيف خدمات بس هي مو علينا، هي على الناحية بس احنا هسه منطبينها خدمات منطقة كبيرة فيحتاج لها الجهد الخدمي من حيث الماء والمجاري التبليط. المنطقة اللي أنا سأقول لك وين، بين قوس بغداد وبين سيطرة الفرقة 17 إحنا نسميها كوارش. ايه؟ هو طلبات هو شكاوي هواي تجي من منطقة كوارش، فهاي لو صير على الجهد الخدمي والله يعني فتشي ممتاز. قدمتوا طلبات لهم؟ هاي بقول لك على الناحية عن الناحية يعني الناحية سيد مدير الناحية ويتصل بيهم. أي هو أعتقد هم هو مجلس مفتوح. أي هو مجلس محافظة وافق على مجاليهم قبل حوالي شهر حالة المشروع بعد ما انحال وافقوا على المجالي بعد يحيلوه ويبدا العمل به. تصاميم موجودة تصاميم كاملة هي كملت ووافق عليها مجلس المحافظة مشكور، ويعني ان شاء الله يجوز مستقبل قريب جدا يعني ان شاء الله ممتاز. يبدون بها الاعمال اليومية اللي تقوم بها البلدية. والله تدري انت من اي واحد يجي يقول لك البلدية تفادر ذلك التنظيف هواي هي المهمة الأولى النظافة. حملات زين على موافقة السيد المحافظ كل بلدية لها حملة، احنا عندنا حملة لنا أيضا نداوم مساء دوامين مسائي وصباحي. آليات الموجودة عندنا وإن كان آليات عفوا العاملين بأجور لو مو أجور أجور ما قعدكم ثابت؟ لا لا أجور أكو قليل ثابت بس الأكثرية أجور. أجور العامل شهري يطو أجره وبواسطة آليات البلدية الكابسات الصاحبات. كافيها الآليات؟ إيه كافيها بس، بس يراد يعني يراد إنه تجديد بها. بها جي بي إس أو هي أصلا؟ جي بي إس عاجل والله جي بي إس 100% مو به هي لعب لعب ينضبط ما ولا يمنى ولا يسرى. وضمنها مو بس الكابسات القلابيات والشفر وغريدر والتنكر وكل ما يتعلق بعمل البلديه كله جي بي اس. جيد نعم. اذا انا سمعت يعني بعض البلديات كانوا يتلاعبون بعد بقضيه الغاز صرف الغاز وكذا، شلون انتم قاعد تقولون؟ اولا كل لجنه تحدد المسارات وتحدد كميه الغاز حسب المسافه، حسب كل الكابس الفلاني هالقد الشفر الفلاني كذا اللود الفلاني صرف اي عده كميه محدده. جيد زين هاي بالنسبه لهذه الاعداد التعاقد مالتهم اليوم اجور يوميه مو تمام اجور يوميه اجور يوميه شهري يعطي يعني احنا نخلص العمل ونرفع المحافظة ويطونا السك مالته مثلا ايش قد يكلف مثلا 10 ملايين 20 مليون 50 مليون توكسك وتوزع وصار ماستر كله ماستر على الماستر على الماستر دي صار لنا اشهر كله ابو الاجر على الماستر كله مو بس الموظفين الاجر اليومي هم ماستر ممتاز اي ما عندنا فتشي اجر يومي لان الحقيقة يعني خلال الفترة الأخيرة هو يتقدم هذا الموضوع واخذ حيز ممتاز واحنا ممنونين من هيك ان شاء الله يعني مرتاحين. اجازه البناء ايش قد تطول عندكم؟ حسب لان احنا اول ما نقدم اجازه البناء يجيب لنا خارطه عقار وصوره قيد والخارطه مالته اللي هو يريد يسويها مالت البيت مالته الفاتح الدوائر ذات العلاقه هنا الحالة لازم فاتح بيان يعني مو بيان لا هو بيان تفتح بيان من تبيع وتشتري قطع لا ما له علاقه بالطابو بس هذا يطيق صوره قيد وخارطه عقار انت تشتغل عليها اها فانت تاخذ موافقه الدوائر المعنيه اللي بالناحيه من كهرباء من مي من مجاري من قبل لا يجي البلديه قبل ما يعني اول ما يطلب البلديه يقول له هاك هذا كتاب روح هو يوجهها كتب نعم انا اوجه له كتب يروح الى الدوائر الاخرى يجيب موافقتهم ونعطي الجاهزة شو موافقتهم يعني؟ موافقة يعني مثلاً يجوز هاي القطعة بها انبوب مي يجوز انبوب مجاري يجوز موقع طبعاً كشف كشف
موقعي يجوز مو صحيح الموقع مالته، يجوز كذا ابعادها مو صحيحه، طول عروض يعني. بس مو مفروزه هي من البلديه؟ مو مفروزه، غير تفرزها واقعها، هي مفروزه بالاصل، بس افرزها انا هسه من اروح؟ يجوز عليها تجاوز، يجوز عليها قلت لك انبوب مي، انبوب مجاري، كهرباء، تيل، كذا، ممكن عمود كهرباء من ان شاء الله. شلون المناطق الخضراء عندكم؟ عندكم مناطق خضراء لو بس صحراء صايره؟ وعلى البساتين باقي. والله ادعوك لزياره الرشيد حتى ان شاء الله نشوف ايش قد نسبه الخضار اللي عندنا. يا الله. لا هذه خضار كبساتين صحيح شايف. لا مو بساتين، لا عمل بلدي. ممتاز. نعم مناطق اخذناها وحتى وجه السيد المحافظ حقيقه مشكور بهذا الموضوع. وجهنا اي قطعه فارغه للبلديه استعمالات اخرى استعملها مناطق خضراء. ممتاز. اي لانه تدري على قولتك تصير جزيره. ما يصير ودعتك انا ادور على الحزاب هسه انه حتى حزاب ماكو يبقى بس البطلون طق لك ماش. زين المفروض هو انتم يا بلديات خاصه ما تحيط في بغداد العاصمه نعم ان يصير حزام اخضر، واعتقد بانه واي اكون من البساتين جرفت لاجل بناء وانشاء المجمعات السكنيه. احنا فعلا نحتاج، العين تحتاج الى خضار، تشوف ما تشوف كله يعني بيئة غير سليمة، منازل، عمارات كذا، بس ماكو شفنا مناطق خضراء. هسه أنا دائما أسأل السؤال لكل البلديات، هل هناك مناطق خضراء؟ تدري عندنا موقف يدزولنا إياه كل ثلاثة أشهر إنه أكو عندك مناطق خضراء ما زارعها. ممتاز. ما يصير، لازم كل المناطق اللي عندك زارعها أبدا. جميل. وزرعنا قلت لك مناطق أخرى هي مو منطقة خضراء. أحسنت. إي. ممتاز، موفقين ان شاء الله. في المنطقه الخضراء تعرف انت من حيث تلطيف الجو، من حيث متعه فعلا. الناس يعني احنا ما شاء الله بالاتربه والحراره يعني صحيح. على العموم عندي ملاحظه اخيره سيد المخرج، فقط هي الى ذات الشان، يعني خارج منطق سؤال او عنوان حلقه اليوم، لكن في ايام زياره الأربعين يعني الامام الحسين عليه السلام، لو قرينا خبر خلال ثلاث ايام 80 شخص متوفي في أثناء حوادث السير، وخاصة هم الزائرين، وهذا السائق ما يصدق أبو كوستر أبو كيا يروح، أو باص كبير مثلا يروح يجيب ويرجع حتى ما ينام الليل أو يشرب هاي الحبوب اللي تخليه يسهر حتى شنو يكسب أموال أكثر، لكن ما يتم بأرواح الناس والزائرين الموجودين، إن كان اللي يكون في مركبته أو في المركبة الأخرى. فنشوف دائما سائق التشارجر يمشي في مسافة بسرعة 200 متر، لو مو تخلي له جهاز يترقب السرعة. أحد الأخوة بالمرور شفت باليوتيوب يقول مخلي كيس نايلون أو فشي مغطي الرقم ولازمينه، وراح يقول راح ناخذ به أشد العقوبات. هذا حقك يا مسؤول في المرور، صحيح لازم يكون عبرة لمن يسيء بهذه الطريقة. هي ملاحظة، أنت عندك من البصرة إلى بغداد، ما نقول كربلاء، يكون أقل المسافة 590 كيلو، قول 500 كيلو يا أخي، كل طريق هو بمحافظة، سماوة، بطحة، ناصرية، عندك هاي دحش على السريع الدولي، وعندك السماوة، وعندك الحلة، وهكذا إلى كربلاء المقدسة. لو كل كيلو نطلع سيارة ومفرزة 500 سيارة للمرور، أو اتفق عمليات المشتركة مو إلا مرور بين كل كيلو مرور ودورية مثلا حشد، وراها دورية وزارة الدفاع، وراها دورية وزارة الداخلية، يعني هل معقول ما عندنا هذا العدد؟ وكذلك السيد الثاني العودة، اسوي هاي بكل كيلومتر يعني 1000 متر تقريبا، يجي السائق هنا لا يقدر ينام ولا يقدر يتخطى السرعه، كل ساعه يوقف. هسه يقول يا ابو راح يصير ازدحام، يا اخي وقفه شويه، قل له انت وين طالع؟ حتى اذا يريد ينام ما يقدر ينام وهو يطلع، حتى تحاسبه اذا لقيت وضعه غير صحيح. انا هاي ارواح بشر، اوقفه اخر السير احسن ما يروحون هكذا عدد. احنا هاي التجربه العام أسوأ كانت، هسه احنا بدايه الزياره وصار هالعدد 80، نهايه الزياره شلون؟
يحتاج جهد. يعني صح راح يواكب 24 ساعه العادات تتغير، لكن خلينا نحافظ على ارواح البشر او سووا مطبات اصطناعيه خلي مجبر السايق يوقف فيها، وخلوا طو اناره للشوارع، مو هي ظلمه يجيك طاير والشارع اظلم وضرب السياره الاخرى، باص ضخم يضرب تريله مال نفط بنزين وصار حادث وراحوا بيها ناس توفوا الله يرحمهم. فيا اخوان هي نصيحه ذات الشان، سووا هاي فكره بسيطه هي وما تخسر بيها هوايه، لكن راح تربح بيها ارواح الزائرين. ندعو من الله ان شاء الله عوده الزائرين الى اهلهم سالمين، ان كانوا الاخوان في الدول المحيطه او الدول العالميه. الزائرين ما شاء الله على زوار الجمهورية الإسلامية ممكن يوصل 5 مليون، زوار الخليج، زوار أوروبا يجون بكثافة غير طبيعية، ممكن أن يكون 25 مليون زائر. فهاي نعمة من رب العالمين لبلد العراق أن يكون خدام لزوار الإمام الحسين عليه السلام، وهذه رفعة ما بعدها رفعة. ندعو من الله السلامة للجميع. شكرا جزيلا أستاذ كامل جليل مدير بلدية الرشيد، وإن شاء الله نلتقيكم بوقت آخر. إن شاء الله وأدعوك لزيارة مدينة الرشيد. لنا شرف، لنا شرف إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معدوم قدم برنامج حازم الحرب. ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم، ولو راح يكون هو زيارة، وإن شاء الله ندعو من الله قبول الزيارة للجميع، ولا ينسونا زوار الإمام الحسين من الدعاء لنا ولأهلنا ولكل المؤمنين. احتمال ما ممكن تكون حلقة لأنك تكون ذروة زيارة أبا عبد الله الحسين في الأربعينيه، فإن شاء الله إن كان لنا لقاء فيكون السبت القادم، وإن لم يكن فيكون اللي بعده في تمام الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.